ديال الوقفة الثانية اللي درنا أمام المدرسة، لأن المدير ما بغاش يبرك معنا في طاولة الحوار، وحنا ما كنطالبوش بشي حاجة كثيرة، حنا كنطالبو غير ب 50% في الثلاث شهور الأخرى، لأن الدراسة عن بعد راه ماشي دراسة، ما دراسة ما والو. بالنسبة لي أنا عندي الدري في الابتدائي خاصني نضل معاه باركة معاه النهار كله، والدري ما عندو داك الشيء، ما لعب ما عندوش، أنا راه كيقرا ما في دماغه، راه ما تيقراش غير تيلعب، ما كان لا دراسة لا والو. هي هذه فاش قلنا لهم درنا 50%، وكاينين الناس اللي مساكن ما خداميش، محلاتهم تسدوا، ماك يلا كياخذوا ديك لاس ديك ديال لا سي ان اس اس، يلا كياكلوا يشربوا منها. كيفاش يعقل ان هذا المدير هذا ما بغاش يتفاهم مع هاد الناس؟ حنا اللي باقيين عندنا الخصه كنستعدين نخلصوا 50% على الاجر، على داك الشيء اللي على القرايه اللي دايرين معانا، ما نقدرش نعطيهم اكثر من هاد الشيء. كنتمناو ما نكذبش عليك، هذه هي النقطه الاولى اللي عندنا، كنتمناو ان المدرسه العموميه تصلح، ومن هذا المنبر انا كناشد صاحب جلاله محمد السادس انه يتدخل واحد التدخل، لانه هو اللي غادي يدير لنا الحل، لا وزاره لا مدير غادي يفكر في الشعب ديالو من غيره، هو مالكنا محمد السادس هو اللي غيفكر في الشعب ديالو. كنتمناو من الله سبحانه وتعالى يسمع النداء ديالنا.
قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو هذا الفيديو مع صحابكم، وما تنسوش ديروا جيم الموقع إحاطة على شبكات التواصل الاجتماعي.